صلوا على النبي شو عم يصير؟ الله لا يوفقك، هلا وقتها؟ مين؟
صباطك يا ابو علي، مو نحن اللي متاخد حضر. لا يا ابو صخر، عيب. روح راح اضرب صخر. الا ابو عامر يا ابو صخر، الا ابو عامر. روح لك وزواز. فين؟ وين؟ روح. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا يا حالنا منجي من باري، ما جبنا رجال الحارة كله. انتو طلعتوا قليلين عصد وغدرتوا فينا، ماشي راجعينكم يا حارة العصب. اشتروا لي كفاية تبعاتكم، نحن قدكم زود انت وياهنا. بغي وكفاكم زازة عنا وحياة عينك وعينه. لا نشوف انت وياه، لا نشوف. شخري مخري وسيطة وراي. ان شاء الله دربي فت ما يرد. لوين يا عطار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ليش هيك صار معنا يا جماعة؟ ليش؟ منيح اللي قضت هيك يا شيخي. خلصت؟ منين خلصت؟ قول هلأ بلشت. ايه والله هلأ بلشت. وتبلش وجربوا يجوا على حارتنا مرة تانية، ما بيطلع من هون إلا محملين بدفانهم. ما حدا قتلهم غيرنا عن مين؟ استغفروا ربكم يا جماعة، استغفر ربك يا حامد. استغفر الله العظيم. يا جماعة الحمد لله اللي ما حدا قتل لا مننا ولا منه. الحمد لله يا أبو جميل، الحمد لله. يا جماعة خلينا نفوت على المضافة نحكي نشوف شو بدنا نساوي. تفضل. مع السلامة. والله الله وشي عيوني. واحد ناس الفاكر لا لحظة بنا حبسني يا شيخ المراجل عنا بالحارة. يعني روحتك يا ابو عامر لحاره ابو صخر ما لها مظبوطه. وليش مو مظبوطه سيد راسين؟ شنو حضرتك صالحته وخليتنا ننجبر نسلم عليه وهو بوسط حارتنا؟ ايوه شفت شو سوى ولا ما شفت شو سوى؟ شفت عمي شفت. يعني نحن لا بدنا نشوفه ولا بدنا نصالحه. هذا هو ابو راتب. لا سيدي بدنا نصالحه. يا سيدي ما بدنا نصالحه. هلا ابو عامر لما صالحه شفت شو ساوى؟ ابو عامر ما غلط لما راح لعنده. غلط يا ابو حسني غلط. يا جماعه ما بدنا اياها تكبر بيناتنا. لك يا عمي شغلي فاضيه صارت ومضت على خير وخلصنا بقى. انو خير هاد؟ لا وعم يقول فاضيه. لا ما لها فاضيه يا اخي، ما لها فاضيه. فاضيه وستين فاضيه. يا عمي ابو جميل هي شغله فاضيه هي؟ ابو صخر اجى على الحاره اليوم وناوي الشر، بدي رد الفوته اللي فاتوها رجال حارتنا على حارتهم من شهرين يا ابو جميل. كمان لا تنسى يا ابو راتب لما فات عليهم ابو عامر على الحاره ورد لهم الخناقه لما فاتوا زعران ابو صخر وضربوه لمجد فوال. يا سيدي ابو صخر ما بيعملها، هي كنا على قشه ويبلعها، شنو بيعرف انه هو مو قد اهل حارتنا. ليش هيك عمي؟ ليش هيك صار؟ شي صار فيك؟ أكيد نحن ما لازم نسكت هالمرة، يعني نحن نزلينا بنص حارتهم كبيرة. شو عم تحكي أنت يا أبدي؟ مثل ما سمعت، نحن نزلينا بوسط حارتهم. أبدي بدك تعرف المرة الماضية أنا سكتت لأنه أبو عامر بعث لي وترجاني يا أبو صخر بترجاك ما تساوي شي ما ساوينا، بس هالمرة لا، لأني بيتي وبينه في بلاوي مصبرة. طول بالك روح عمي مشان الله، بس لنعرف شو السبب اللي خلى اهل حاره القصب يعملوا هيك. لك عمي الحاره كلها واحد واثنين من كبيرها لصغيرها بما فيهم هاد بياع الحليب اللي اسمه صياح، الحاره كلها انا هتانها. لا يا بلال صياح انا هتان. لا ما رح طلع يا بي، ما رح طلع الاعلام. بدك تطلعه وش لك فور هبتك؟ نسيت شو صار فينا؟ يا بي اللي صار ما له علاقه بجوازتي من الاعلام، بعدين انا لساتني رايدها. لك بني ادم بهدلونا بحارتهم ضربونا وزلونا.
طيب شو ذنب الإلهام هذه؟ يلي صار شغل رجال مو شغل نسوان. ليش على الحكي؟ لك تعال وين لك؟ لك شو عم تعملي هونتي؟ روحي من خلتي يخرب بيتكم. الواحد بيجيب ولد حتى شو بداره فيه؟ يخرب بيتك حرامي. عم بسمع كلمة مرته شو هالسلم هي؟ معقولة هذا الحكي؟ لك وين يا بنات؟ ولي مطيعة؟ ولي كاملة؟ انتو ما بتبطلوا ضحكوا مسخرة؟ ما عم نضحك عليك يا درتي. مثل ما قلت لك درتي مطيعة يا درتي فوزية ما عم نضحك عليكي. عم بيقلبكم العمى. لك شو بكون؟ ما بتبطلوا منقرة؟ تعي شوفي لي هدول التنتين قاعدين عم يتمسخروا ويتصحصلوا ويضحكوا علي وعلى ابني. لا لا هالحكي ما بصير بنوب. يعني هي بدال ما تواسوها انا بورجيكم. بس يجي ابن عمي وتاج راسي الي حساب معك انت وياها. يوه الحساب على شو لك فوزية؟ يا حرام عاملين حالكم ما عاملين شي ما؟ ليش عملنا لك نحن يا ست فوزية لحتى تحكي له لتاج راسنا علينا؟ من وقت اللي انتزع طهور ابني وانت وياها مبلشين على ضحك ومسخرة علي وعليه. صحيح عم تضحكوا عليها وعلى ابنها؟ والله مو مشان هيك عم نضحك. لك ليش عم تضحك كل هالضحك ايدي على شباك النبي يا شهيرة خانم انه ما عم نضحك عليها عم نضحك على الضايق مسعيد المسكينة. ايه والله مسكينة اجت لعنا من على بكرة الصبح وساعدتنا وركضت معنا وما اكلت ولا لقمة. وبتعرفيها قديش بتحبطنا ام طوحين. ليش مين اكل منا يعني؟ ما حدا اكل يا شهيرة خانم. يلا بلك تضحكي روحوا اعملوا لكم شيء اكلي هلا بيجي ابن عمي جوعان. تحركي انت وياها. حاضر درتي. مثل ما بدك درتي. فوزية الله يوفقك الله يحن عليك الله يجبرك لا تفتني علينا لا من عمي الله يرضى عليك بلا ما يعملنا شي فنطي انا وياها لك عمري. الله يخليك يا فوزية ها امناكي اماني. ماشي ما رح قل له. بس يا ويلك يا ويلك انت وياها اذا بشوفكم قاعدين عم بتقلقلوا او عم تضحكوا وانا ما اعرف ليش. خلص بتقبلي مثل ما بدك. ايوه يلا تحركي انت وياها على المطبخ. اوكي. قولي على قامتي علي لاخي. اليوم ما اكل شيء. لك الله لا يوفقه، الله لا يوفقه اللي نزعلنا فرحتنا. امين يا رب. حميد بدك تقلي شو غرضك من اللي ساويناه مع ابو صخر؟ سالتني غرضي من اللي عملناه اني اعلم على وليد بالسكين مثل ما علم علي المره الماضيه لما فاتوا على حارتنا وقتلونا. هلا اخذت بدارك وسفقتوا اياها؟ مو مثل ما بدي الكتاس مو مثل ما بدي. بدك تسفقوا اياها بنص رقبته. ايه احنا صرابته. بس انت ما قلت لي شو غرضك من اللي عملنا لك قداس؟ غرض شو؟ نزعنا له فرحته لابو عامر بطهور ابنه الصغير المدلع. ابنه عامر؟ هو قلبنا الحارة فوق. جيت للدغري انا ماني حابب انزع فرحته لابو عامر بحبيب قلبه، ولا بدي زعله. بس فوتت ابو صخر على حارتنا ما عجبتني بنوب. ولا عجبني انه ابو عامر يروح لعنده على رجليه ويصالحه من دون ما يستشير رجال الحارة. ولا انا عاجبني. لا مو عاجبني يعقوب. ومصدر بيك كمان مو عاجبه بالمرة. ومصدر بيك مو عاجبه؟ نو. ومقروق خيرات الله. سيدي شي وصار. هلا القيامة قايمة بيناتنا من هلا ورايح ايدنا بالقتل فيه. قولتك. اي والله. قداس. هلا انت جبت الشاي وصبيت الكاسات لتحطهم صناديه يعني. هتلاك وحده. شو ابو جبار مو على اساس حارس وابو ضاي وقت المعمكه هربت؟ الحال من بعضه ابو سعيد. انا دورت عليك ما عاد لقيتك. بعدين بيني وبينك عندي اولاد ما بدي اياهم يربوا يتامى. انا والله خفت يطلع خلي يضرب لي شي زلمه امبلا فيه. لا بدك تطول بالك هدي حالك شوي. ابو سعيد هلا قلتك هالشغله بتمرق على خير. شوف لقلك ابو جواد
هو المرة الماضية أكل قتلي، بس هالمرة أكل قتلي غير المرة الماضية، هالمرة قتلي مدمسة وفوق منها أكل ضرب السكين بكتفه. والمعنى؟ لك ما بيطلع من أمره شيء. حالك إيش ما بيطلع من أمره شيء؟ هذا الزلمة ما في نخوة الرجال، يعني ما بينتخي ليأخذ تارو إلا ما بعرف إذا هالمرة دبت النخوة برأسه يعني. ولي ما بدول ولي شغلته فاضية. لك يا أبو سعيد شلون شغلته فاضية؟ أبو صخر معروف من يوم يوم مشراني. لك أخي ما بيطلع من أمره شيء. لحق لك ليش؟ هذا حارته صغيرة والحارات اللي حواليه لك ما حدا بيحبه، مين بده يفزع له ويجي من الحارة تانية ليقاتلنا؟ ليش كان هيك؟ طمنتني وريحتني. الله يريح قلبك. صب لنا شاي. صب على عيني وراسي. عيني عليك يا أبو جواد. شرف أبو سعود. يسلموه.